نروح لارض الملعب وزي ما عودناكم لقاءات بعد المباراه او ما بعد المباراه. هنروح بقى لصاله الامير عبد الله الفيصل والزميله العزيزه منى المنيسي ولقاء مع الكابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق ومايستر الفريق. اتفضل يا منى. كابتن هيثم من جديد برحب بيك والف مبروك ببارك لك اكيد وبارك لنجوم استوديو تحليلي ولكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي. تاهل النادي الاهلي كره طايره رجال اخيرا لفاينل البطوله النهارده على حساب النصر الليبي. ان شاء الله بكره النادي الاهلي او الماسترز هيقابلوا مولوديه بو سالم باذن الله التونسي، وان شاء الله تبقى بطوله اهلاويه يكون اللقب ال 16. عايز اقول لحضرتك انه مولوديه بو سالم عندهم لقب واحد بس لكن النادي الاهلي عنده 15. ان شاء الله بكره نكون بنحتفل باللقب ال 16 كمان من البطوله. يعني دلوقتي او معي في هذه اللحظات كابتن الفريق كابتن عبد الله عبد السلام علشان يكلمنا اكيد عن مباراه اليوم. كابتن عبد الله برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. في الاول المباراه كانت يعني من الاول انتم مسيطرين بشكل كبير جدا فوق الممتاز، لكن الشوط الاخراني يمكن حصل دروب شويه، كنا ماشيين ايكوال جيم كده، ده كان ايه سببه؟ كلمني اكتر على انطباعاتك النهارده عن المباراه. طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكابتن هيثم وضيوف الكرام. طبعا زي ما حضرتك قلت الجيم الاولاني والجيم الثاني كان فيه تركيز كويس جدا، حصل بعض الغلطات التانيه في الشوط الثالث، ابتدى الفريق الليبي النصر الليبي يخش معانا في مباراه واحده واحده، وزي ما حضرتك شفت يعني الحمد لله رب العالمين بخبرتنا وشبابنا قدرنا نحسم اللقاء الحمد لله. يعني ايه الصعوبه اللي كانت موجوده؟ انتوا طبعا في اجهاد كبير جدا، انتوا بتلعبوا كل يوم في اكيد اجهاد. اي نعم مستر فرناندو بيعمل روتيشن بشكل كويس جدا ومظبوط، لكن اكيد في اجهاد، في برضه عدد من اللعيبه يعني موجودين بشكل كبير جدا في المباراه، فده اكيد بيبقى اجهاد عليهم. بتتكلموا في ايه؟ بتقولوا لبعض ايه علشان تحفزوا بعض ان انتوا ان شاء الله تكسبوا وكمان تكسبوا بكره فاينل باذن الله؟ طبعا يعني الحمد لله يعني من اول الموسم قلبنا على قلب بعض والروح زي ما حضرتك شايفه جميله جوه الملعب وبره الملعب. بنحفز بعض طبعا، عندنا بعض الاصابات موجوده بس الحمد لله رب العالمين يعني بنحفز بعض وبنشجع بعض وبنحاول نشيل بعض يعني في الملعب زي ما حضرتك شايفه بشكل كويس الحمد لله. فده اللي باين الحمد لله رب العالمين. وزي ما حضرتك قلتي مستر فرناندو بيعمل روتيشن من اول البطوله. طبعا احنا خلصنا دوري ما خدنا يومين اجازه، دخلنا على طول على معسكر افريقيا شغالين كل يوم تمرين الصبح وبنلعب ماتش بالليل. فالحمد لله رب العالمين يعني ربنا بس يكمل على خير بكره ان شاء الله، والرجاله ان شاء الله ده ودود وده يعني ده النادي الاهلي وهم لازم يتعلموا كده ويستحملوا كده، والحمد لله يعني ماشيين بصوره كويسه وان شاء الله رب العالمين بكره ان شاء الله رب العالمين نحسم النهائي لينا باذن الله. النهارده مباراه مولوديه بو سالم على حساب السجون كانت مباراه سهله جدا بالنسبه لهم، قدروا ان هم ثلاث اشواط يكسبوها بمنتهى السهوله. شايف المباراه بكره هتكون عامله ازاي؟ ده دليل ان في اي يعني شايف ان ده ليه اي انطباع على مباراه بكره ولا دي حاجه ودي حاجه؟ لا طبعا دي حاجه ودي حاجه. طبعا احنا بالنسبه لنا لازم هنلعب فول باور بتاعنا، ده مباراه نهائيه متعودين على النهائيات، لازم نأدي بصوره كويسه، لازم كل فريق يبقى جاهز وكلنا على قلب رجل واحد ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله نلعب بمستوانا بغض النظر عن الفريق بو سالم. طبعا فريق محترم باذن الله نأدي بشكل كويس وبشكل زي ما عودنا جمهورنا عليه وان شاء الله نحسم الفاينل لينا باذن الله. بشكرك جدا وبالتوفيق اكيد بكره ان شاء الله في النهائي. شكرا شكرا. يعني يا كابتن هيثم ده كان لقائنا مع كابتن الفريق كابتن عبد الله عبد السلام اللي اكيد بيوعد ان شاء الله بكره جمهور النادي الاهلي باللقب ال 16 من بطوله افريقيا. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ورجالته ولاعيبته الماسترز ان شاء الله بكره تكون النادي الاهلي اول بطوله تكون في الجزيره باذن الله. العوده اليك مره ثانيه في الاستوديو يا كابتن، اتفضل.